السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي طلبوا مني بزاف ديال الأخوات، بغاو وصفة خاصة ديال بالزيوت الطبيعية للدهن، يعني وصفة خاصة بزيادة في حجم المؤخرة والأرداف. بالنسبة لهاد الأخوات هذه، فهذه الحلقة هذه موجهة لهم، غادي يعرفوا بأن هذه الحلقة موجهة لهم استجابة تحت الطلبات ديالهم والرغبة ديالهم باش يزيدوا في الحجم ديال المؤخرة والأرداف. لكن قبل ما نبدأ معكم هذه الوصفة هذه، كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والراحة، تعيدوا وتعاودوا بإذن الله. بالنسبة لهذه الوصفة هذه اللي غادي نشارك مع الأخوات بعض التوضيحات اللي غادي يكونوا فيها قبل ما نعطيكم الطريقه. بالنسبه لبعض الاخوات اللي جربوا هذه الوصفه هذه، كاينين بعض الاخوات عطاتهم نتيجه خلال مرور شهر تبعوها بهذه المراحل ديالها، وبالنسبه لبعض الاخوات عطاتهم يعني نتائج خلال مرور 3 شهور، ولكن داوموا عليها وطبقوها بالحرف، لان هذه الوصفه هذه فيها جوج ديال المراحل. في المرحلة الأولى ندهنوا بالزيت، والمرحلة الثانية نتناولوا واحد المكون اللي هو معروف وهو السمسم. السمسم فهو غني على التعريف وكيزيد في الوزن. إذا ما كان عندك حتى شي مشكل صحي، كوني على يقين أن هذه الوصفة هذه غتعطيك النتائج. الخلاصة ديال هذا الكلام هذا الأخوات، اللي يعني النتائج ديال الوصفات كتختلف من سيدة إلى أخرى، وعلى حسب الحاله النفسيه، وعلى حسب يعني واش كتداومها او لا، وعلى حسب طريقه الاستعمال ديالها كيفاش كتستعملها. المهم نصيحتي الوحيده بلا ما نطول عليكم اخواتي، وهي القليل من الصبر ثم المداومه على الوصفه، نتبعوها بشكل يومي بالطريقه الصحيحه ديالها. والقليل كما قلت لكم، القليل من الصبر، ودائما الوصفه تكون الحاله النفسيه مستقره، وايضا تكون التغذيه الصحيه كيف ما متعوده انني كنصحكم دائما. اللي بغى يزيد في الوزن طبيعيا خصو تكون الحاله النفسيه ديالو مستقره، وتكون التغذيه متكامله، وما تكون عنده حتى شي مشكل صحي. الا بغيتي تعطيكم الوصفات الطبيعيه النتائج باذن المولى عز وجل. بالنسبه لهذه الوصفه تاع اليوم، عندنا فيها 3 ديال الزيوت الطبيعيه متواجده في جميع يعني معشبات اللي كتبيع الزيوت الطبيعيه. غادي نحتاجوا الزيت الاول وهو زيت البرتقال، فهو متواجد بأثمنة مناسبة، زيت الأرغان هو معروف، زيت بذور العنب، هنعود زيت البرتقال، زيت الأرغان، زيت بذور العنب. هاد 3 ديال الزيوت هذه فهي رائعه، كتعطينا ايضا حتى تعتني لينا حتى بالبشره ديالنا. يمكن لكم تدخلوا وتعملوا بحث بسيط على هاد 3 ديال الزيوت باش تعرفوا الفوائد ديالهم، اللي كتعطينا حتى البشره، وايضا في الزياده في حجم المناطق الانثويه مثلا الارداف والمؤخره. بالنسبه لهاد الزيوت هذه، غادي ناخذوها بنسب متساويه، ناخذ قنينات متساويه ونحركهم نخلطهم، يعني نمزجوهم في واحد القنينه واحده، ونحتفظوا بهذيك القنينه في مكان بعيد على اشعه ديال الشمس باش نبداو نستعملوها بشكل يومي بالطريقه الاتيه. يوميا قبل النوم غادي ناخذ هذه الزيوت هذه اللي يعني اللي خلطتها في قنينه، قبل ما نبدا ندهنها على المنطقه ولا نعمل بها مساج خفيف على المنطقه، ضروري تكون المنطقه نظيفه، ويا ريت تعملوا واحد الفوطه دافئه على المنطقه اللي بغيتوها تزيد في الحجم ديالها. نديروا فوطه دافئه واحد 3 ديال الثواني، ومن بعد نزولوها، عاد يمكن لينا نعملوا مساج على المنطقه بهذه الزيوت هذه اللي خلطناها في القنينه. نعملوا المساج لمده ديال واحد 15 دقيقه، يعني برفق عيب شويه باش ما ناديوش المنطقه. ومن بعد غادي تخليوها ليله كامله، وفي الصباح يمكن لكم تمسحوا المنطقه بمنديل او يمكن لكم تدوشوا. بالنسبه هذه هي الطريقه الاولى ديال كيفاش ندهنوا هذه الزيوت هذه. بالنسبه للطريقه الثانيه اللي غتساعدوا بها الوصفه باش تعطيكم اسرع النتائج، وكونوا على يقين النتائج ديال هذه الوصفه 100% الا ما كان عندكم حتى شي مشكل صحي. الطريقه الثانيه، غادي يوميا في الصباح غادي ناخذوا 2 معالق ديال السمسم مطحون ومحمص، نديروهم في كاس ديال الحليب او ياغورت، ونتناولوهم بعد كل وجبه. غادي نتناولوا هاد الطريقه هذه، 2 معالق كبار ديال السمسم في كاس ديال الحليب او ياغورت صغير بعد كل وجبه، يعني 3 مرات في اليوم قبل ما تنعسي. عاد يمكن لك تستعملي هاد الوصفه ديال الدهن وتخليها ليله كامله. هاد الطريقه هذه غادي تستمر عليها بشكل يومي. كيف ما ذكرت لكم في الاول، كاين بعض الاخوات اللي عطاتهم النتيجه خلال شهر، وكاين بعض الاخوات عطاتهم النتيجه خلال 3 شهور. المهم اننا نداوموا على الوصفه وما يكون عندنا حتى شي مشكل صحي، وباذن الله افضل النتائج. وكنأكد لكم بان هذه الوصفه فعلا 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 حققت نتائج مع الاخوات اللي جربوها، وردوا عليا في التعاليق.
كنتمنى منكم اخواتي تجربوا هذه الوصفه هذه، وكنتمنى الى يعني كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم ما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم. مرحبا بكم دائما على قناتكم جرب حكم، مرحبا بطلباتكم جميعا، وما تنسونيش بالدعوات ديالكم والتشجيعات. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.